كرة ملعوبة الآن أمامية في الجهة اليسرى إلى حسن عبد الفتاح. حسن الآن يلعب كرة ولا أروع إلى بهاء، تسديدة عالية، نجم الأردن الآن يتقدمون بأولى الأهداف. وحسن عبد رقم الأردني بعد عرضية جميلة من عامر ذيب إلى حسن عبد الفتاح، والأردن خارج الديار تبحث عن الانتصار وتبحث عن إسعاد الأنصار. وحسن عبد بلاده بهدف مقابل لا شيء، لكن عامر ذيب والعرضية الجميلة الرائعة واللاعب حسن عبد الحارس الكبير اللي يكبر في السن ويحلى، هذا الحارس المتألق وصاحب المستوى الكبير والرائع واللي يبعد الكرة الماضية، كرة ملعوبة بالكعب إلى عامر ذيب داخل منطقة الجزاء، ملعوبة بالرأس، الله الله إلى عبد الله الذيب، عبد الله يتقدم، الله الله يا النشامة، الله يقدمون. وعامر ذيب هو من يصنع، وعبد الله ذيب بالراس، وبعد ذلك تعود له، وعبد الله ذيب يتلاعب ويسدد، والمنتخب الأردني يتقدم. نشام